بدأت رحلة التطوير في المملكة العربية السعودية بتوجيهات القيادة الحكيمة في دعم قطاع التنمية، وذلك لمعرفتها بمدى حاجة المواطنين لمواكبة التطور. وبالفعل ولدت شركة الاتصالات السعودية، ثم كانت أول عملية خصخصة بتاريخ المملكة، حيث ساهم ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما أدى لزيادة الثقة في القطاع الخاص. بعدها بدأ نمو الشركة يزداد، وطرحنا أسهم الشركة للاكتتاب، والتي لاقت نجاحاً منقطع النظير كأكبر عملية اكتتاب في تاريخ المملكة والثاني في العالم من حيث الحجم، فأصبحنا ملكاً لعملائنا ونجاحاتنا تزداد بهم. ثم بدأت الثورة التقنية، وأنشأنا أطول شبكات التراسل الأرضية والبحرية والأقمار الصناعية في الشرق الأوسط، فأصبح نقل المعلومات أسهل عبر شبكة من الألياف البصرية والتي يتم تركيبها في منزل العميل. كما ازدادت سرعات الإنترنت، فارتفع عدد عملاء الباور بانك، بدأنا بتحقيق الأفضل بتقديم خدمات جديدة، فأصبحنا الخيار الأفضل للأجهزة الذكية، وتوصلنا إلى التغطية الشاملة، ولازال سعينا مستمر لتطوير وتحديث شبكاتنا. ولولا أهمية التطور لما أصبح التواصل وانتشار المعرفة بين الناس بهذه السهولة. لقد خرجت بانطباع ممتاز جدا عن شركة الاتصالات السعودية، أدهشني تنوعها وقدرتها على الخدمات وجودة المنتج المقدم في الشركة وتطلعاتها المستقبلية. تجاوزنا الحدود المحلية، فكبرت الشركة إلى أن أصبحت مجموعة شركات تنشط في مجالات عدة. أي شيء جديد ستقوم به شركة الاتصالات السعودية يجب أن يكون مكمل لما قمنا به سابقا، وكذلك ينسجم مع هذه الاستثمارات من حيث التكامل بينها. حيث ازدادت إيرادات استثماراتنا الأجنبية، ومن خلال إيراداتنا أصبحت المملكة محطا لأنظار المستثمرين في الخارج. أنا سعيد وفخور جداً أني أشوف هذه المشاركة السعودية سواء على المستوى الفني أو أيضاً على المستوى التطلع إلى الأمام والقفزة التي قفزتها الاتصالات السعودية في بلدان أخرى. هذا فخر لي كسعودي قبل أن أكون كسفير. هذا المجال يشهد تطوراً ملحوظاً في كل المنطقة، وخاصة في المملكة العربية السعودية، إذ أنها تهتم بالتكنولوجيا، وأيضاً لدينا التنمية الاقتصادية والعولمة اللذان يعتمدان اعتماداً كبيراً خاصة على مجال الاتصالات الحديثة. توسعنا ونلنا العديد من الجوائز العالمية، وانطلاقاً من انتمائنا الحقيقي إلى المجتمع السعودي وأرض الوطن الطاهر، يأتي توجه شركة الاتصالات السعودية وحرصها على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية الهامة. فنقوم سنوياً بخدمة أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وتمرير مليارات المكالمات خلال أيام الحج القليلة. وبدأنا مبادراتنا ضمن مجموعة من البرامج الخيرية المتنوعة، والتي أطلق عليها اسم برامج الوفاء.
وهي برنامج الوفاء الصحي، فقد أنشأنا مراكز صحية في مختلف المناطق بقيمة بلغت 100 مليون ريال. اجتماعية، فقد يعني تم استلام 5 من أهم المستوصفات الصحية، تؤدي خدمات جليلة معمولة على أحسن مستوى. يعني بالنسبة لشركة الاتصالات اللي تسعى دائما أنها تكون قريبة من احتياجات المواطن، وأنه يكون عملها الخيري ملتصق بكل المناشط اللي ترى أنه يحقق الرسالة الأساسية، وأنه يكون لها دور مهم في النمو بشكل عام، ومحاولة مساعدة المجتمع، وأنه يكون لها برنامج مسؤولية اجتماعية. وكذلك برامج الابتكار والإبداع، فأسسنا حصريا ولأول مرة صندوق رأس المال الجريء، الذي يعتبر خطوة هامة تجاه دعم الأفكار والأعمال الجديدة المبدعة. وأطلقنا برامج الوفاء التعليمية والرياضية لتدريب أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء شهداء الواجب، أكثر من 200,000 متدرب. كما تمت رعاية مسابقات تحفيظ القرآن، وشاركنا في العديد من الفعاليات الدينية، فأصبحنا صلة الوصل بين الناس وأعمال الخير. ولولا حب الناس للخير لما زاد الدعم للجمعيات. بدأ سعينا إلى اهتمام أكبر بالموظفين ورفع كفاءاتهم، حيث تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية التي استفاد منها آلاف من موظفي الشركة، ولولا حسن أدائهم وجهودهم الجبارة لما حققنا هذه الإنجازات. ولولا ثقتكم لما استمرينا في تحقيق النجاح. أكثر من 50,000 موظف في 18 شركة في 11 دولة في 3 قارات، يسعدون بخدمة 160 مليون عميل حول العالم. عملاؤنا هم ثروتنا الحقيقية، ومن أجلهم نسخر كل ما نملك من طاقات وموارد بشرية وتقنية، فطموحاتنا كبيرة وأهدافنا أكبر لنجعل الأكثر ممكناً.